بنزلت لكم فيديو واليوم جايبين لكم تحدي. اي شيء بقوله رح جيبه. هلا بدي شنتاي عليه هنا بس اجيبه بروح حلو. يا شباب جبت الشنتاي ليك، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات اذا حلوه ولا لا. مكتوب هون بالانجليزي، مكتوب الى الطالب حقيبة بسيطة على الطالب المجتهد. هلا يا شباب بدي لام وكوليكتر ومساطر بس هي ببرع لكم وجدت لكم يا شباب. وهي طبعا متفاجئين كيف عم جيبها بسرعة عم هتطيع. هاي اوف، وهي مسطرة هيك جبتها هيك عملت فيها هيك ونهر. وهي كل هاي قلم وهي قلم وهي قلم وهي كوليكتر وهي مسطرة وهي قلم هاي قلم طبعا رصاص. وهلا بدي شيء يجيبون لهدول وهي المقلمة بس جيبها برجع. طبعا يا شباب طريقي عم جيب المقلمة شفت محاية وبراية جبتهم. وهي هي المقلمة عليها مينيون كتير شي بحبه لنضبهم. فتحتها سوا مستغربين كيف عم نجيبه ونحطه بعده بالشنتاي. فتحنا الشنتاي وها. هلا يا شباب ننتقل للجولة اللي بعدها. ايه وهلا بدي بس جيبهم. ورجعت لكم يا شباب ولا جبت الدفاتر. اول دفتر هذا سلك طبعا انا صف رابع اللي المهل. هذا طبعا عليه بوب جي ناطط بمنطاد، شوفوا ما عليه شيء. اللي يفكرون كذاب على شيء وايش انتاي ما هذا شيء يفكرون كذاب. وكتابة والدفتر الثاني جبته انجليزي وهي الانجليزي الثاني وزان اللي يفكرون كذاب. وهي دفتر رياضياتي وهي اللي بيفكروني كذاب. افتح بنحطهم بالشنطاية. ولا الغرض الاخير يعني هو الغرض الاخير طبعا والفيديو ما له طويل كثير. للغرض الاخير واللي هو واللي طبعا يا شباب هلا الصبح بس لبين ما ينزل بكون صار يمكن صار بالليل بيكون. والغرض الأخير واللي هو كتب وبجيبهم برجع لكم. ورجعت لكم يا شباب وهي جبت هاي دفتر انجليزي
انا محلول في شيء لأني رابع شوفه وهي رابع ما مكتوب على شيء. الصف الرابع رو الصف الرابع وهي ما مكتوب على شيء وهي الصف الرابع ناقم تن ما نكون شايفين. الصف الرابع وانا انا مكتوب عليه شيء فحص كان كله يعني ما بضحك ما بضحك ليش ادم طبعا للمعلومة لاني غيرت اسم القناة انه راح تصير مشتركة بين كريم ويوسف ما راح اقول لك اني لون وهدول طبعا يا شباب هذا الصوت هي خدش ادمي هي صوت فتحة الباب بيلي هي ان القطة يمكن قاعدة عم تغدى الشي بالباب وهذا كتاب العربي لغتي الصف الرابع والفصل الاول كلهم الفصل الاول الفصل الأول أي العلوم مغيرين بس الكتب هي الدين الإسلامية السفر والعلوم أنا أحطهم بالشنتاي الفيديو طبعا طويل شوي أحطهم بالشنتاي هي شوفوا هذا بحطه ليش ما بستخدم الايد هلا الشنتاي الجديدة اذا اختشت صار وين هنكون وصلنا نهاية الفيديو اتمنى عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والقناة باي